مفوضة الهجرة هنا في زيارة رسمية إلى مصر لمتابعة عملية التعاون الوثيق القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع الهجرة وتشجيع الهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية. هناك العديد من برامج التعاون التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي في هذه المجالات. نحن نقدر طبعا التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجال ضبط الحدود وفي مجالات بناء القدرات وتوفير التدريب. أيضا نؤكد دائما في اتصالاتنا مع الجانب الأوروبي والمفوضية الأوروبية على الأعباء الجسيمة والهائلة التي تتحملها مصر في استضافة أعداد غفيرة من ضيوف مصر من الأجانب. ونقول دائما أن مصر تعد من الدول القليلة في العالم التي ليس لديها معسكر واحد للاجئين، وإنما هم يعيشون بين إخوانهم وأخواتهم في مصر، ويتم معاملتهم معاملة المصريين رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة نتيجة العوامل الخارجية بدءا من الكوفيد ثم الأزمة الأوكرانية وأخيرا الوضع الكارثي والمأساوي في غزة والتوتر والتصعيد في منطقة البحر الأحمر، والتي أثرت تأثيرا كبيرا على العائدات قناة السويس. فمصر تتحمل الكثير، والجانب الأوروبي بالتأكيد يؤكد على تقديره للدور الكبير الذي تقوم به مصر في هذا المجال. كما تعلمون أن هناك اتفاق تم التوقيع عليه في مارس الماضي خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مصر، اتفاق لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة. وهناك 6 مجالات تم التوقيع عليها والاتفاق عليها، من بينها مجال الهجرة جنبا إلى جنب مجالات مثل الاستثمار والتعاون الأمني والتعاون السياسي والتبادل بين الشباب. كل هذه المجالات محل اهتمام، ومن بينها التعاون في مجال الهجرة. ولكن كما قلنا مصر لابد من المزيد من الدعم حتى يتم التعامل مع الأعباء الجسيمة الناجمة عن استضافة هذا العدد الهائل من اللاجئين. نحن نعيش في منطقة مضطربة للغاية، ومصر هي ركيزة الاستقرار في هذه المنطقة، وهي ترحب بأشقائها الهاربين من الأزمات ومن الحروب الأهلية. ولكن كما نقول وكما قلت للسيدة المفوضة بأن هناك حد أقصى يمكن أن نتحمله، ولن نستطيع الاستمرار في تحمل هذه الأعباء إلى ما لا نهاية ما لم يكن هناك دعم كامل من المجتمع الدولي وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي. مرة أخرى أكدنا في هذه المناقشات المثمرة مع المفوضة الأوروبية على أن هناك أهمية بالغة لأن يكون هناك منهج شامل في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية. هذا المنهج الشامل لا يركز فقط على الأبعاد الأمنية، ولكن أيضا هناك الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، لابد من معالجة هذه المشكلة من جذورها من خلال دعم التنمية، خلق فرص عمل وتوظيف، وأيضا فتح مسارات للهجرة النظامية القانونية، وأيضا توفير التدريب والتدريب المهني لبناء القدرات، وحتى يمكن استيعاب الشباب داخل دولهم والاستفادة منهم داخل دولهم دون أن يعرضوا أرواحهم للمخاطر من خلال القيام بالهجرة غير الشرعية. مرة أخرى أرحب
بالمفوضة يوهانسن، ونتمنى لها كل التوفيق وإقامة طيبة لها هنا في القاهرة. شكرا جزيلا، والآن أعطي المفوضة الكلمة لكي تتحدث إليكم. شكرا جزيلا. Thank you, Minister Abdelatif. Dear Badr, it's really great to be back here in Cairo. الدكتور بدل، يسعدني غاية السعادة أن أكون هنا في القاهرة. هذا أمر يسعدني، ويسعدني أن أراك في وظيفتك الجديدة كوزير الخارجية. نعم، إن مصر حليف استراتيجي، شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي من جوانب عدة. إنها تلعب دورا بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وبالطبع أنتم تواجهون عديدا من التحديات في القيام بهذا الدور. أود أن أبدأ بالاعتراف بأن هناك دورا لعبته مصر على مدى السنوات القادمة، حيث كانت تستقبل اللاجئين وتوفر لهم إقامة طيبة. وبالطبع إن هناك عددا كبيرا من السودانيين وصلوا إلى مصر، بما يمثل تحديا كبيرا بالنظر إلى التحديات الاقتصادية الأخرى التي تواجهونها. أعتقد أن هناك مكاسب عديدة تتحقق من خلال تعاوننا في مجال الهجرة. إنني إذ أزوركم لأول مرة بوصف مفوضية، وقبل ذلك التقيت بالوزير شكري وقال لي إن القدوم إلى القاهرة لبحث مشكلة اللاجئين يدعون لسؤالكم لماذا لا ترتبون بيتكم في أوروبا. أقول إننا فعلا ندرك الحاجة إلى وضع منهج شامل للهجرة في الاتحاد الأوروبي، والآن وقد فعلنا ذلك، فقد رتبنا بيتنا ونحن جاهزون لتحقيق شراكة جيدة كاملة مع مصر. لابد من مواجهة التهريب، لابد أن ندعم الجهود التي تبذلونها، ولقد ناقشنا أهمية إعادة الذين دخلوا بشكل غير قانوني. بالطبع نحن نحتاج إلى الهجرة، إن قوة العمل في أوروبا تتقلص بنسبة مليون كل عام، وعلينا أن نواجه طلبات العمل في كافة المجالات. ولذلك فإنني أمتدح ما ذكرته عن التدريب والتدريب المهني في هذا المجال. يسعدنا كذلك أننا تمكنا أن نتفق على تعاون أوثق في الوكالات التي تنظم تعاوننا، و بالطبع فإن ذلك يساعدنا على مواجهة المهربين وعلى صيانة الأمن على الجانبين الأوروبي والمصري. إنني أتطلع إلى كيفية أن نضع حجر زاوية لما يمكن أن نحققه. أعتقد أننا هنا لتفعيل ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الرؤساء قبل ذلك، ونتطلع إلى المزيد في إطار التعاون. شكرا جزيلا. My question. يا فندم، رغم الأزمات أو تفاقم الأزمات المتعاقبة في محيط مصر الإقليمي، إلا أن القاهرة لديها نهج مختلف في التعامل مع موضوعات الهجرة واللجوء وظلت ثابتة عليه. هل يمكن لسيادتكم أن تسلط المزيد من الضوء على سياسة مصر تجاه موضوعات الهجرة واللجوء، وأيضا أبرز التحديات التي تواجهها في هذا الصدد حاليا؟ شكرا. شكرا جزيلا. وبالفعل يعني مصر تواجه أزمات متلاحقة في محيطها الإقليمي، أزمات غير مسبوقة لا نتذكر في المستقبل، في الماضي الحديث أو المعاصر،
أن واجهت مصر أزمات من كافة الاتجاهات الجغرافية والاستراتيجية في توقيت واحد. هناك أزمات في الحدود الشرقية وأيضا الحدود الغربية والحدود الجنوبية، وكل هذا بالتأكيد يضع أعباء ومسؤوليات جسيمة على كاهل الدولة المصرية، التي لولا قوة مؤسساتها لم يكن من الممكن أن نتعامل مع هذه الأزمات بهذا القدر من القوة والفاعلية. بالتأكيد انفجار هذه الأزمات في توقيت واحد بيفرض على مصر التعامل معها، وأن تكون لها بالتأكيد استراتيجية واضحة فيما يتعلق بالتعامل مع قضية اللجوء. وطبعا نحن نوازن بين اعتبارين أساسيين. الاعتبار الأول هو بالتأكيد أن يعني نخفف عن أشقائنا وشقيقتنا من الدول المجاورة في ضوء هروبهم من أزمات شديدة الصعوبة وشديدة القسوة، وأيضا تنفيذ التزاماتنا الدولية. مصر دولة مسؤولة ودولة تحترم مسؤوليتها طبقا لكل التعهدات الدولية التي هي طرف فيها، فهذا من ناحية. لكن من الناحية الأخرى على مصر أن تفرض احترام القانون داخلها بالتأكيد، وأن تحمي أمنها القومي. وبالتأكيد نحن نواجه بكل قوة كل قنوات الهجرة غير الشرعية، وهذا موقف ثابت. أجهزة الأمن تقوم بدور كبير للغاية في مواجهة كل مسارات الهجرة غير الشرعية غير النظامية التي تأتي إلى داخل البلاد. الهجرة القانونية الشرعية مرحب بها، ولكن بالتأكيد نحن ضد الهجرة غير الشرعية، وأيضا ضد ونعمل على تفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي تستغل معاناة المهاجرين واللاجئين من أشقائنا من الدول المجاورة لتحقيق مكاسب اقتصادية من خلال استغلال معاناتهم، من خلال تهريبهم بطرق غير شرعية، من خلال المخاطرة بأرواحهم عبر هذه المسارات غير الشرعية. وبالتالي سنستمر في هذا النهج، نحترم التزاماتنا، نحترم أيضا التزاماتنا تجاه أشقائنا العرب والأفارقة من الدول المجاورة، ولكن أيضا دون أي تهاون في تنفيذ القانون وإعمال القانون حين تكون هناك أي أعمال غير قانونية وغير مشروعة تعرض أمن البلاد للخطر وأمن المواطن للخطر. وسنستمر في العمل على تفكيك كل شبكات الهجرة غير الشرعية في هذا الشأن، واستغلال طبعا معاناة اللاجئين من أشقاء. شكرا. أستاذ محمد فتحي تفضل من الإذاعة المصرية. السؤال موجه للمفوضة الاتحاد الأوروبي. مصر لديها تجربة رائدة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، كيف يرى الاتحاد الأوروبي هذه التجربة؟ وما هي أهم مظاهر التعاون المشترك والمشروعات التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي بتنفيذها بالتعاون مع مصر في هذا الصدد؟ جزيلا. كما قلت نحن ندرك جهود مصر المبذولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وهناك تعاون مشترك. وقلت قبل شهور قليلة اتخذنا عدة خطوات، وهناك مساعدة ستصل أيضا هذا الشهر، وعملا على حماية الحدود المصرية. هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا.